طيب يلا لان في تقرير حق المطبخ حق اكل السويلم بس يمكن ما اقدر ناخذه اليوم. خلنا ناخذ مقرن. مقرن يبدين الجفاء اطربني يا متعدهن من الصلاة. اي اطربني يا مقرن معلش انا سمعت المقطوعه فحبيت اني والله عطني اياها ما لي اراها لا ترد سلامي هل حرمت عند اللقاء كلامي أم ذاك شأن الغيد يبدين الجفاء وفؤادهن من الصبابة دامي يا قلب ويحك إن من علقتها رأت الوفا في الحب غير لزامي هي لا تبادلك الغرام فنجني لما أنت في أحضانها مترامي. يا سلام يا سلام. مقرن يزعجك منشدين الاستديوهات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الله يمسيكم بالخير. كم أنا أحبكم أحبكم كثيرة أحبكم خلاص أنا الحين ناصحة كثيرة يلا حلو. ظاهرة منشدين الاستديوهات ايش رأيك فيها؟ طيب صلوا على النبي. بالنسبة للاستديوهات طبعا هي اللي صوتها جميل ما تضيف له، هي تضيف اللي صوتها سيء صراحة. سلام. يعني وأكثر الساحة أكثر من 75% من وجهة نظري أنا المتواضعة، وجهة نظري تحسب علي أنا، أصواتهم سيئة ولا تضيف في اللايف. المنشد من وجهة نظري إذا ما يغني لايف، إذا ما أسمع صوته وهو يغني عده ضعيف ضعيف جدا، ما يقدر يغني لايف لأن الاستوديو قاعد يلمع الصوت ويغطيه ويطلع يعني, يعني مقرن حنا لو جينا وسوينا نشيد حقين كلام اليوم تطلع يطلع صوتنا حلوة؟ والله أتوقع أنكم بتشاركون في مسابقتي أسوأ صوت في شغل القرية. لا والله لا هذا بدون بدون لا لا بدون استديو استديو بدون استديو إيه مشاركة. أنتوا أفضل من يمكن 60% من في الساحة. تمام. طيب باستديو بالاستديو لا والله تضربون والله والله نسوي والله جماهيرية زي تعالوا نفذ الغرام. أنا أتحداك في تعالوا نفذ الغرام إيه؟ في الاستديو بعد. طيب مقرن قبل يومين طلعنا مقطع الغازي كان يقول إنه وقفت علي أنا بسجل شيء بعد أيا كان غازي منشد ولا مش منشد. الفكره هذه وقفت علي انا ايش رايك فيها؟ طيب صلوا على النبي. طبعا هذه الفكره صراحه اللي منتشره الان صارت وش المثل اللي هو شغل ما لا شغل له وزي كذا. تكلمنا عن البرنامج عن الشباب اللي بالبرنامج يعني عشان يكون حديثنا واضح اكثر. بالنسبه انا اخوياي اللي معي يعرفون وجهه نظري ولكن افضل اني ما احدد اسماء لان احنا في برنامج ومع بعض على طول. فبالنسبه لي انا اللي صوته جميل يعرف نفسه واللي صوته سيء لان احنا في البرنامج انا ما عندنا الا لايف قاعد اغني على الهواء قدام الناس. طيب بالنسبه لل كلهم يقولون ايش كنا نتكلم عنها يا ابو شباب. طيب خلينا ناخذ سؤال حاتم بسرعه لما بقي معي وقت. ايش رايك في الشيلات؟ عندك وجهه نظر في الشيلات انت؟ ابي اسمع رايك فيها وبصراحه في الشيلات. يا مقرن في الشيلات من اي ناحيه؟ من كل النواحي. انت عندك وجهه نظر قويه في الشيلات سم عطني اياها. انا اقول ان صراحه الشيلات اخذت طابع قوي وخذت انتشار فظيع صراحه. طيب ولكنها بدأت تدحدر وبدأت تتجه اتجاهات سيئة. هذه في الحاجة الأولى. الحاجة الثانية أنه دخل عليها مداخيل كثيرة من ضمنها ومن أكثرها الأصوات السيئة صراحة. بدأت تدخل على الشلات وشوهت سمعة. طيب مقرن مقرن حبيبي 20 ثانية معها 20 ثانية بس أبغى بيت تعالوا نفل الغراب نختم فيها مخرجنا. عطنا صوتك بس واختم مخرجنا. تعالوا نفل الغرام ونبتدي ون لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 كمل كمل. تعالوا نفل الغرام ونبتدي ونكر الحب لبيه. ما تحافظه عطني شيء حافظه بختم معك. حافظه ايه حافظه فيها ابيات هنا جميله جدا ودي انكم تسمحوا لي. يلا يلا روح بختم معك. طيب طبعا التدشين باذن الله بكره غدا باذن الله. اي بكره تدشينك انت محسن صح باذن الله. اول عمل في القريه باذن الله. اول عمل باذن الله يستاهل الجمهور. طيب العمل هذا من كلمات مسفر ابن حويل الرشيد اليامي. ويقول بيطلع لا تحسب ان كل ما تتعب تعبك مخلوف خلاه له
وجه الله المعروف وتعينه. لا تدعي بالمعارف وانت من تبعروف الخافية خافية والبينة بينة. الكبر لا يجعلك مثل العمى ما تشوف الزين لك شينه والشين لك زينه. ألقاكم غدا إن شاء الله.